عن الإسلام والتنمية، إنما نقصد التنمية بمعناها الشامل. التنمية في الأرواح، التنمية في الأخلاق، التنمية في الأشياء الحسية كالزراعة والصناعة وما إلى ذلك من الأمور التي لا يستغني عنها الناس في حياتهم. والتنمية المعنوية السليمة هي التي يتولد عنها التنمية المادية التي تأتي بالرخاء وتأتي بالأمان وتأتي بالسلام. عندما تشيع في الأمة فضيلة الأمانة، فضيلة أداء الأمانة، عندما تشيع في الأمة هذه الفضيلة وهي فضيلة أداء الأمانة، يتولد عنها الخير الكثير، تتولد عنها البركة، تتولد عنها البركات التي تأتي بالخيرات الوفيرة في الأمة. أداء الأمانة على رأس الفضائل التي تحدث عنها القرآن الكريم وأمرنا باعتناقها، ومن الآيات القرآنية التي أمرتنا بأداء الأمانة قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وفي آية أخرى مدح الله سبحانه وتعالى الذين يؤدون الأمانات والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وبين لنا القرآن الكريم أن هذه الأمانة هي تبعة ثقيلة لا يستطيع أن يحملها إلا الأقوياء في عقائدهم وفي أخلاقهم وفي حسن صلتهم بخالقهم عز وجل. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والمقصود بالأمانة في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة، المقصود بالأمانة على أرجح الأقوال التكاليف الشرعية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بأدائها. فالصلاة أمانة، والزكاة أمانة، وصيام شهر رمضان أمانة، والحج لمن استطاع إليه سبيلا أمانة. هذه كلها أمانات تحملها الإنسان، والعاقل من الناس هو الذي يؤديها على وجهها الصحيح. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذا ما أدى الفرد الأمانة وأدى معظم الأفراد في الأمة الأمانة، لا بد أن يعم الرخاء، ولا بد من أن يعم السلام والأمان والاطمئنان،
لأن لله سبحانه وتعالى سننا كونية لا تتغير ولا تتبدل، تتمثل في قوله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من معاني الأمانة، من معاني الأمانة أن توضع الأمور في مواضعها السليمة، لأنه عندما توضع الأمور في الأمة في مواضعها السليمة يؤدي ذلك إلى الاطمئنان، يؤدي ذلك إلى شيوع الرخاء في الأمة، لأن كل واحد قد أدى ما يجب عليه بكفاءة وبجدارة وبأمانة. ولقد قال رجل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. من معاني الأمانة أن يحاسب الإنسان نفسه، وأن يراقب خالقه عز وجل، وأن يعطي كل ذي حق حقه. السيدة عائشة رضي الله عنها تصف أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون معنا يحدثنا ونحدثه، ويؤانسنا ونؤانسه، فإذا حضر وقت الصلاة انصرف عنا حتى لكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، إن مما يزيد في أمان الأمة، إن مما يزيد في شيوع الخير للأمة، أن تؤدى الأمانات إلى أهلها. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثال في ذلك، فعندما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة أمر بعض أصحابه أن يرد الأمانات إلى أهلها مع أنهم كانوا أعداءه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.